احيانا بيبقى تركيزي دايما في الفقرات اللي زي دي بيبقى على الاسره. الاسره ليها دور انها تطلع الطفل او انه الطفل يكبر وهو عنده ثقه بالنفس او عنده حب النفس او عنده انانيه، فعايز اعرف الاسره تعمل ايه علشان تعرف تعمل التوازن ده. هايل. اولا الاطفال بتتعلم بالقدوه، فلما دايما يشوف مثلا ماما وبابا بيحترموا نفسهم وبيحبوا نفسهم، يعني ايه بيحب نفسه؟ يعني مثلا ابني طول الوقت يجي يقول لي ايه يا مامي تعالي العبي معايا، فانا طول ما انا قادره انا بلعب معاه، بس لو جيت في وقت من الاوقات انا عندي اولويات تانية او انا فعلا مش يعني مش قادره، هقول له معلش حبيبي انا هلعب معاك لما اقدر. هو مع الوقت هيبدا يحترم اني انا مش فاضيه في الوقت ده، ولما تتاح ليا فرصه انا هلعب معاه. فالطفل بيكبر على انه عارف يعني ايه ان انا احب نفسي، ان انا ما اجيش طول الوقت على نفسي. فاول حاجه الطفل بيتعلمها بيتعلم بالقدوه. تاني حاجه لازم نتجنبها جدا مع الاطفال، تربيه بتانيب الضمير. انت ليه ما خلصتش طبقك كله؟ انت ليه ما عملتش زي بقيه الناس؟ انت ليه الرعب بقى وبيخوفونا بقى بالظبط. لا لازم طول الوقت اشوف ايه الهدف. انا مثلا انت ليه ما خلصتش طبقك؟ يبقى انا عايزك تخلص طبقك كله. انت ليه ما مش شاطر؟ لا انا عايزك ان انت تتحسن. فطول الوقت انتقد بالايجاب على الهدف.